السلام عليكم متتابعي قناة حلويات أم هدى. وصفة اليوم هي أسرع وأروع فطائر لشرب الشاي في 10 دقائق ليفل غفلة بأبسط مكونات. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير، وما تنسوش تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما جديد الوصفات. بسم الله نبداو على بركة الله في تحضير هذه الوصفة. عندي هنايا عندي حبة بيضة واحدة تكون كبيرة الحجم، عندي ياغورت أو الزبادي من وزن 110 غرام، أنا اختاريت بنكهة الفانيلا، عندي ملعقة كبيرة من السكر الخشن أو سكر الحبيبات، كيس من الخميرة الكيميائية من وزن 7 غرام أو البيكنج باودر من وزن 7 غرام، الملح غادي نستعمل نصف ملعقة صغيرة، والدقيق حسب الخليط. نبدأ على بركة الله. أول حاجة خديت إناء وغادي نوضع الياغورت أو الزبادي، وغادي نضيف البيضة، ملعقة كبيرة من السكر الخشن، ونصف ملعقة وضعت نصف ملعقة صغيرة من الملح. غادي نضيف بيكنج باودر أو الخميرة الكيميائية أو خميرة الحلويات، وتكون منخولة جيدا. وهنا غادي نخلط البيض جيدا مع الزبادي والسكر كذلك. كنضيف الدقيق تدريجيا حتى كيتجمع لي، لازم يكون دقيق منخول او مغربل. انا هنا بعد ما جمعت العجينه كتكون لينه، القوام ديالها كتكون عجينه ملساء وما دلكوهاش، فقط انكم تجمعوها. غادي نقسمها الى كريات كما كتلاحظوا. غادي ناخذ الكره الاولى وغادي نرش السطح تماما بهذا الشكل هذا، وكنطلق العجينه الى مربع وتكون رقيقة. هنا كما كتلاحظوا بعد ما طلقتها على شكل مربع، فكناخذ الجرارة اللي غادي نستعمل او موس او قطع نتاع البيتزا، وكنحيد هاد الاطراف هادو اللي ما بقاتينش بهذا الشكل هذا، وغادي نقطع بهذه الطريقة هذه يكونوا مستطيلين. غادي نقطعها بهذه الطريقة هذه بهذا الشكل هذا. غادي نستمر بنفس الطريقة حتى غادي نكمل الكمية كاملة اللي عندي ونرجع معكم. هنايا بعد ما شكلت الفطائر نتاعي على هذا الشكل هذا، فوضعت المقلاة بها زيت وخليتها تسخن ليا في هذه اللحظة، والآن غادي نبدا نقلي. غادي تلاحظوا انهم بداو كينتفخوا، صراحة كيجيو رائعين. ديو في الغفلة كيجيو هائلين، كنتمنى تجربوهم. بعد ما تسخن لكم المقلة حاولوا انكم تكون على نار متوسطة. حتى كيولي اللون ديالهم ذهبي وصافي، كتقلبوهم بهذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا. الان غادي نحيدها بعد ما قطرتها من الزيت مزيان، كنحيدها وغادي نستمر بنفس الطريقه. وكان هذا هو الشكل النهائي، اسرع فطائر لشرب الشاي في 10 دقائق لضيوف الغفله بابسط مكونات. غادي نوريكم شكلهم من الداخل، وهذا هو الشكل ديالهم، كيجي خاوي من الداخل، كيجي رائع جدا جدا. هانتوما. فإلى عجبتكم الوصفة ديال اليوم، ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناة باش توصلوا دائما بجديد الوصفات، ونتلقاو في وصفة اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.